فالحبيب صلى الله عليه وسلم أراد أيضا أن يكلمنا عن إكرام هذه البشرية، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. انظروا أحبتي في الله، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لأخيه المؤمن كالحائط أو كالجدار أو كالبيت، لبناته مستقيمة، كل لبنة تمسك بالأخرى، كل لبنة بجوار أختها، لا فرق بينها وبين الأخرى. إذا سقطت لبنة من هذا الجدار أو من هذا الحائط اختل هذا الحائط. فالمؤمن لأخيه المؤمن يشبهه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبنيان القوي الذي إذا أخذت منه لبنة اختل هذا البنيان. فالمؤمن لأخيه المؤمن يجب عليه أن لا يفضل نفسه على أخيه. فالحبيب صلى الله عليه وسلم عندما رأى أن سعد بن أبي وقاص ينظر إلى الناس على أنه أعلى منهم، فقال له: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، تنصرون وترزقون بالضعفاء، بهؤلاء المسنين كبار السن الذين وهبوا شبابهم لأبنائهم ولوطنهم ولدينهم، وهبوا شبابهم لأحبائهم. فكان من الواجب على المجتمع وعلى أهل المعرفة إكرام هؤلاء، ليس نبذهم أو إلقاؤهم في دار مسنين وعدم السؤال عنهم أو إلقائهم في مكان لا يليق بآدميتهم أو إلقائهم في شقق بعيدة عن أولادهم وبناتهم، ويكتفى بأن يوضع لهم الطعام والشراب، فليس هذا إكرام لمن ضحوا بشبابهم من أجل أبنائهم، ليس هذا بإكرام علمه لنا الإسلام، ليس هذا بإكرام علمه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف بك تعامل أبوك وأمك في هذا السن بهذه القسوة وهذه الجفوة؟ كل ما تفعله أنك تعطيهم طعاما أو شرابا، وتحرمهم حتى من الجلوس معهم، وتحرمهم من أبنائك وبناتك، وتحرمهم حتى من السؤال بعدما أفنوا شبابهم في خدمتك. لم تتحمل كلمة لأبيك، لم تتحمل كلمة لأمك، لم تتحمل نصيحة أبيك، لم تتحملي نصيحة أمك، بل جفى الولد وجفت البنت أبوها وأمها، وجفى الولد أبوه وأمه، جفوهم من أجل دنيا، تركوا الآباء والأمهات مع الغرباء. نجد أن الغريب هو الذي يخدم الوالدين، أما الأبناء والبنات فكل منهم في حاله، تركوهم بعد أن أغنوهم عن السؤال وبعد أن ربوهم، لكنهم لم يحترموا شيخوخة آبائهم وأمهاتهم، ولم يسمعوا لرب العزة جل وعلا الذي قال في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولم يسمعوا لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يقول: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخل فيهما الجنة، عكت أنفه في التراب وفي الرماد الذي يتكبر بها على ولي نعمته. تتكبر البنت
بشهادتها وبعلمها على الأم التي لم تتعلم وعلمتها الحياة. يتكبر الابن بشهادته وبعلمه على أبيه الجاهل الذي لم يتعلم ونسي أنه لم يصل إلى هذه الدرجة، والبنت لم تصل إلى هذه الدرجة إلا بسبب هذه الأم الجاهلة وهذا الأب الذي يقولون عنه أنه جاهل، لم يتوصلوا لهذا العلم ولهذه المرتبة إلا بسبب هذا الرجل الذي كان في يوم من الأيام كناسا أو فراشا أو عاملا أو غفيرا أو غير ذلك. للأسف المسن في هذه الأيام وكبار السن في هذه الأيام لم يأخذوا حقوقهم كاملة بل أمهلهم الكثير. عندما جاء رجل وأمسك بأطباق من الخشب وجد أن أباه كلما أدخل له طبقا من زجاج أو غيره كانت الرعشة التي في يده يسقط منها الطبق فيتكسر الطبق، فصنع لأبيه أطباقا من الخشب فرآه الطفل أصغر أطفاله فقال له ماذا تصنع يا أبي؟ قال أصنع لجدك أطباقا من الخشب حتى إذا أكل فيها لم تتكسر من يده. فقال أصغر أطفاله سوف نحتفظ بها حتى نطعمك فيها كما تطعم أبوك، زي ما بتعمل في أبوك. الأطباق الخشب دي هنشيلها لك برضو عشان نوكلك فيها زي ما أنت بتوكل أبوك فيها. طفل لا يعقل يقول لأبيه هذه الكلمات. كان حقا على الشباب أن يحترم هؤلاء، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان. وأيضا مثل المؤمنين في التواد والتراحم والتعاطف كالجسد، إذا أن عضو من هذا الجسد أو مرض الجسد كله يصير مريضا. إذا عضو في الجسد كاليد أو القدم أو أي جزء في الجسم مرض الجسد كله يكون مريضا. كذلك المؤمن لأخيه المؤمن، إذا كان هناك مؤمن مريض يجب أن يكون كل المؤمنين مرضى، يجب أن يتكاتف الكل ليرفع المرض عن أخيه، يجب أن يتكاتف الكل في الحب والود والعطف، يجب أن يكون الكل في واحد، لا فرق بين هذا ولا ذاك. من لا يرحم لا يرحم، من لم يرحم أخيه اليوم لا يرحمه الله غدا، من لم يرحم أبيه اليوم لن يرحمه أولاده غدا، من لم يرحم أمه اليوم لن يرحمه بناته ولا أولاده غدا. هكذا إذا أكرمت أبيك وأمك تكرم، فمن خدم يخدم، من أكرم مسنا أكرمه الله في شبيبته أو في شيخوخته.